يدعو فيه إلى زيارة مسجد القبلتين والمساجد السبعة بالمدينة النبوية، فما رأي فضيلتكم وما رأيكم أيضا في صعود جبل النور للاطلاع فقط على غار حراء؟ هذه كلها بدع، ما أنزل الله بها من سلطان، لا المساجد السبعة ولا مسجد القبلتين ما تزار، زيارتها بدعة، لكن من حضرته الصلاة يصلي بالمسجد، مسجد القبلة اللي يسمونه مسجد القبلتين، ولا القبلة واحدة ولله الحمد، القبلة إلى الكعبة، قبلة المسلمين إلى الكعبة، ما فيه قبلتان، سائر المساجد فيها قبلة واحدة، القبلة إلى الكعبة، إذا حضرته الصلاة يصلي فيها، أما أنه يزوره ويعتقد أن زيارته أو الصلاة فيه فيها فضل هذا بدعة ولا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولا يجوز الذهاب إلى جبل النور ولا صعود الجبل، ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يذهب إليه بعد البعثة، ولا كان الصحابة يذهبون إلى جبل النور بعد، ما كانوا يذهبون، هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ما كانوا يذهبون إلى جبل النور ولا إلى جبل ثور ولا إلى غيرها من الأمكنة التي جلس فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، ما كانوا يذهبون إليها، لأن الذهاب إليها بدعة ويؤول إلى الشرك، لأن قد تعظم ويتبرك بها فيكون يؤول هذا إلى الشرك، والدين جاء بسد الذرائع المفضية إلى الشرك، الواجب ترك هذه الأمور والنهي عنها، تحذير منها. والمساجد السبعة ما لها أصل، ما لها أصل، أحدثها المبتدعة، ما لها أصل، ولا عندها أحد يصلي فيها، ما عندها بيوت ولا عندها جماعة، وهي مساجد محدثة ليس لها فضل ولا مزية، وليست مساجد جماعة عندها بيوت يصلون فيها، فهي محدثة ويجب هدمها وإزالتها. نعم.